تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، وكالعادة مع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي لليوم، نبدأها بعد العناوين. سأخذ ثأري بيدي، زعيم ميليشيا أسود الجبل يهاجم وزيرين في حكومة النظام ورجال القضاء. وأيضا في مواضيعنا، على خلفية فيديو محافظ طرطوس، اعتقال عضو مكتب تنفيذي في بلدية دوير رسلان تشعل وسائل التواصل. إلى الآن ما تزال رقعة السخط والغضب توسع في الساحل السوري إلى جهة النقمة تجاه الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه البلاد في مناطق سيطرة النظام. فمع موجة الأصوات العالية التي انطلقت قبل فترة من الزمن، يبدو أن عناصر من قوات النظام أيضا بدأوا بالتحول إلى ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ابتداء من أحمد إسماعيل الذي فضح ملفات خطيرة تجاه جرح قوات النظام، والآن ملفات أخرى باتت تفتح رويدا رويدا، حيث تجاوز هؤلاء عتبة الخوف من بطش النظام، فما عاد يهمهم الاعتقال الذي بدأ يطولهم بعد أن كانوا بمنأى عنه. مجددا نشر أحد قادة ميليشيا النظام السوري مقطع فيديو اتهم فيه وزراء ومسؤولين في النظام بأنهم فاسدون مرتشون، مهددا بأنه سيأخذ ثأره بيده في حال لم تقم الدولة بواجبها. وبدأ قائد ميليشيا أسود الجبل بسام حسام الدين بدأ حديثه بالقول: يسقط وزير الداخلية الفاسد، يسقط وزير العدل الفاسد، يسقط رئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية العميد عدنان اليوسف، يسقط العميد بشار راجح مدير منطقة جبلة، يسقط القاضي سامر إسماعيل الفاسد، مضيفا أنه ستسقطون وستسقط عنكم ورقة التوت، وستسقطون سقوطا مدويا لأنكم فاسدون. وجه أيضا حديثه إلى وزير الداخلية بالقول إنه بات معلوما للقاصي والداني أن العميد عدنان اليوسف هو طفلك المدلل ومفتاحك، مؤكدا على أن الكلام صحيح، أو لو أن الكلام كان صحيح ولو كان غير ذلك لما كنتم سمحتم له بالتجاوز، وكنتم بتقلعوه كما قال، وبتكبوه بشيء مزبلي على حد وصفه، وبتشيلوا وسخه من اللاذقية. حسام أيضا وصف رئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بأنه زعيم أكبر عصابة في الساحل السوري، ولا يقبل الرشا سوى بالدولار والذهب، ولا يستعصي عليه شيء، موضحا أن له صائدين مهمتهم البحث عن التجار، ومن ثم إحضار موقوفين من الفرع وإعطائهم مخدرات، الاعتراف بأن هؤلاء التجار يتاجرون بالدولار، ويطالبهم بدفع إتاوات ومبالغ مالية مقابل عدم احتجازهم، مؤكدا على أن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية لا يتبع للدولة، مشيرا إلى أنه إذا كانت جميع فروع وزارة الداخلية على تلك الشاكلة فهذه مصيبة. دعونا نتابع بعض المقتطفات من حديث بسام حسام الدين المطول. يسقط وزير الداخلية الفاسد، يسقط وزير العدل الفاسد، يسقط رئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية العميد عدنان اليوسف، يسقط العميد بشار راجح مدير منطقة جبلة، يسقط القاضي سامر إسماعيل الفاسد. ستسقطون وستسقط عنكم ورقة التوت، ستسقطون سقوطا مدويا لأنكم فاسدون. وزير الداخلية اللي بات معلوما للقاصي والداني أنه العميد عدنان اليوسف طفلك المدلل، لا تزعلوا مفتاحك كمان، وكلامه صحيح، لأنه لو كان الكلام غير هيك ما كنت بتسمح له يتجاوز، كنت بتقلعه من شروشه وبتكبه شي مزبلة، بتشيل وسخه من هون من اللاذقية، خبص مع كل الناس، أساء وظلم الناس، صار زعيم أكبر عصابي في الساحل السوري، ما بيقبل إلا بدولار والذهب، ما في، وما في شيء بيستعصى عليه أي واحد. فلان بيبعت في ناس أخصائيين، هدول شوفوا لي مين معه مصاري، والله في التاجر الفلاني جيبوه، في والله واحد معترف عليك أنت عم تتاجر بالدولار، بيجيب موقوف من عنده من الفرع، بيعطوه سيجارة أو بيعطوه حبة أو بيعطوه لك شوية مخدرات، بيعاين بيقول له ايه والله عم يصرف، هو عم يتاجر بالدولار، هذا هو يلا بيطلع عليك 100,000 دولار ادفعه احسن ما احطك بالسجن. بده يدفع الزلمه لانه قاعد بين عصابه، فرع الامن الجنائي باللاذقيه ما متابع للدوله ابدا،
فإذا كل وزارة الداخلية عندك هيك مصيبة، وزير العدل علم على رأسه نار بالفساد، ما بتعني له كل الوزارة بشيء مال. فأعمال ذهب ودولار، غير بالدولار ممنوع، ولك حتى القضاة اللي عندك ما بيقبضوا إلا بالدولار والذهب، مستحيل. إذا حتى حدا بده يعطيهم رشوة بالسوري ما بيقبلوا، لا بيرجعوا، يلا صرفوا بدي دولار. والله ما بتعني لك كل وزارة العدل إلا بمقدار ما بتجمع وبتسرق من هالمواطنين. يا سيد وزير العدل، مع عدم احترامنا إلك طبعا، رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية عدنان اليوسف، تجاوزاتك وفسادك تجاوز كل الحدود. أنت يا عدنان اليوسف لن تقدر على شيطنتنا. مدير منطقة جبلي العميد بشار، راجح راجحة راجح واقف راجح، يمكن على الأرجح راجح. أكيد علاء نعيسي وأخوه كسروا لك عينك بالمال، بالدولار طبعا، أنت بتاخذ سوري بالدولار وبالذهب. أنت عم تاكل مال حرام، أنت عم تغطي على مجرمين، أنت فاسد وخائن. لما بعت ضميرك ولما بعت دورياتك لعندي على البيت بدون وجه حق، يلي لازم تكون بعتها تجيبهم للقتلة للمجرمين اللي عم يمشوا تحت أنظارك وعم يقدموا لك الهدايا، تحول فرع الأمن الجنائي باللاذقية إلى مزرعة يمتلكها الإقطاعي عدنان يوسف، ومنطقة جبلي حديقتها الخلفي تحت وصاية الآغا بشار راجح. قاتل علاء نعيسي محكوم 20 عام بجرم القتل، القاتل عزة نعيسي محكوم 12 سنة جرم قتل. من هذا اليوم، من هذا اليوم ومن هذا التاريخ، أعلن على الملأ وأمام الله وأمامكم، لأني أنا ما بقدر ولا بطعم بالظهر، بأنني سأخذ ثأري بيدي. الدم بالدم والقتل بالقتل، صبرنا 8 سنين وما زال القتلة أحرار، وعدتونا ناخذ حقنا بالقضاء ونالوا جزاؤهم. آمنا بالدولة، بس هلا لما اكتشفنا انه وزارة الداخلية صارت عبارة عن مزرعة وعصابات بقيادة هالوزير، لما بيحطون لي مثل عدنان، ولما بنشوف وزارة العدل كمان مزرعة، لا هون صار في كلام آخر. لما حيدت حالة الدولة، لما حيدت حالها عن 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 واجباتها وما بقى تقوم بواجبها ولا جابت المجرمين، هون نحن بنقول لكم رح ناخذ حقنا بإيدنا. يا أما القتل يوضعوا في السجن، يا أما النفي أو القتل. أنا لم تتركوا لي خيارا إلا قتل القتلة، وراح أقتلون، راح أقتلون، وحياتكم راح أقتلون، وبالشوارع نهارا جهارا أمام الملأ. روح يا عدنان يوسف خبيين عندك بالفرع، روح كأنك زلم يحميون، وحياتك ما في حد في الدنيا بيحميون مني إلا ملك الموت. راح أمهلكم شهر من هالتاريخ، بتجيبون حطوهم بالسجن من كل القادي من اعلى المستويات موجودين بهالبلد. هلا بده يكونوا عم يسمعوا كلامي وبيعرفوا انا شو قدمت وشو اشتغلت وشو ضحيت لهالبلد وللسيد الرئيس ولإلي من نيه، وجاهزين هلا وبكره. بس نتحارب بهالطريقه القذره من هالفاسدين، وزير داخليه ووزير عدل وعدنان اليوسف اللي انا مستغرب شو الله خلق وكسر القالب لهذا عدنان يوسف. يا رجل ما لك انت افسد منه، انا اتحدى تشوفه افسد منه في سوريا. ويكون الله معي هو ناصري على القوم الظالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا كان بسام حسام الدين، وكان بسام أيضا ظهر في فيديو قبل عام تقريبا كان يناشد فيه بشار الأسد للتدخل من أجل وقف فساد وتجاوزات ضباط كبار في اللاذقية. ناشدت للسيد الرئيس أطال الله بقاءه، من رجال أحبوك فما خذلوك، ويريدون الإنصاف منك وحدك لا سواك. نحن في محافظة اللاذقية سيد الرئيس نتعرض لأبشع أنواع الظلم والعذاب من بعض الذين اؤتمنوا فما صانوا الأمانة. إنهم يتفننون بإذلال رجالك ومجاهديك الذين حاربوا الإرهاب على مساحة الوطن راغبين لا مكرهين. نحيطكم علما سيد الرئيس المفدى بأن العقيد نزار محفوظ رئيس النيابة العسكرية في اللاذقية أو قد حول المحكمة إلى بازار علنا يبرئ المجرم ويجرم البريء لمن يدفع أكثر، وأنا أحد ضحاياه. عندما رفضت أن أشتري له سيارة نوع أودي خاصة لمنزله كما طلب مني حتى أحصل على حقي، وعندما رفضت انقلب إلى عدو شرس وتفرغ لأذيتي ومحاربتي دون وجه حق، وهناك الكثير
في مثل وضعي. نزار محفوظ جاء إلى القضاء العسكري برتبة ملازم أول قاضي فرد، وهو حتى الآن السنة الجاية بيكون عميد إن شاء الله، ما بيترفعوا بفوق عصير لأنه ما بيستحق هذه الأمانة ولا بيستحق هذا المكان. أما الشخص الآخر سيد الرئيس فإنه العميد عدنان اليوسف رئيس فرع الأمن الجنائي باللاذقية، إنما يفعله تجاوز كل الحدود في الظلم والاضطهاد وتبلي الناس الشرفاء، إنه يعاملهم كأنهم حيوانات لا بشر، هو وبعض ضباط فرعه المحسوبين عليه. أما الشرفاء من الضباط والعناصر فلا قيمة لهم عنده ولا دور لهم. لقد قتل بفرعه منذ حوالي 10 أيام أو أكثر أحد الأبرياء دون أي وجه حق، دون أي ذنب ارتكبه، مات وهم يضعون أرجلهم على رقبته حتى اختنق فمات. إنه يتفنن في ضرب وتعذيب المجاهدين الذين حاربوا على مساحة الوطن، ويقوم بتكسير بطاقاتهم التي تثبت تابعيتهم للقوات الرديفة، قائلين لهم أنتم زعران ومجرمون وهي بطاقة ما بقى معكم، ويجبروهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها فقط كي يظهر بمظهر البطل الذي يلقي القبض على المجرمين، والحقيقة أغلبهم أبرياء. إن فرع الأمن الجنائي باللاذقية بإدارته الحالية يمارسون الإذلال والتعذيب بأبشع صوره، فيأتي العميد عدنان فيهينهم ويذيقهم العذاب والذل عن طريق من وكلهم بالتحقيق معهم، ويقولون لهم أنتم وقائد كتيبتكم مجرمون وقتله، ويذيقهم أشد أنواع العذاب كي يعترفوا بجرائم لم يرتكبوها ولا علم لهم بها. نحن أبطال ونحن شرفاء ونحن رجال الأسد، شاء من شاء وأبى من أبى، ونحن ما عم نظلمك، ونحن جاهزين نثبت عليك فسادك وإذلالك للمجاهدين والأبطال. سيدي الرئيس المفدى، رجالك يهانون ويظلمون، فارفع الظلم عنهم فأنت الوحيد القادر. إلى التعليقات حول هذا الموضوع، كتب محسن يقول: كل عمرك رجال وأنا كنت شوف بعيني بالجبهات كيف الله محصنك وحيميك، لأنك مجاهد ما بتفعل غير بالحق وما بتقول غير الحق، حماك الله يا أسد الجبل. أما سراج فيقول: المشكلة صار الفساد روتين ببلدنا. وائل يقول: هذه التجربة الشرطية طالت كل ساحل السوري والمنطقة الوسطى بنفس الطريقة والأسلوب. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. تتسارع الأحداث في الساحل السوري، حيث تداولت صفحات محلية من اللاذقية أخبارا عن حملة اعتقالات يشنها النظام في المحافظة تستهدف ناشطين بسبب منشورات ينتقدون فيها النظام، لكن يبدو أن الأحداث تتسارع في عموم الساحل السوري أكثر مما يتخيل البعض، حيث تداولت صفحات من طرطوس خبر اعتقال أحمد كامل أحمد، وهو عضو المكتب التنفيذي في بلدية دوير رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، وذلك على خلفية اعتراضه على محافظ طرطوس كما لاذ ابنه بالفرار كما تم تداول الأخبار. الصحفي السوري الذي غادر سوريا مؤخرا كنان وقاف كان من أثار هذا الموضوع، وكتب هنا في صفحته في فيسبوك يقول: فشت اعتقال أحمد كامل أحمد عضو مكتب تنفيذي منتخب في بلدية دوير رسلان البطل، الذي وقف في وجه المحافظ قائلا: أنا منتخب وأنت موظف. الرجل الذي انتخبته الناس لمحبتهم بعمله الصادق يريدون إقالته لتسليم بعض البعثيين الفاسدين بأوامر عليا، تم سجنه وملاحقة ابنه الذي تمكن من الفرار. كان اسم بلدة دوير رسلان التابعة لمحافظة طرطوس برز في قائمة الرائج الآن على فيسبوك أو بوبيلر ناو بعد انتشار تسجيل مصور لنقاش حاد وفوضى خلال لقاء مقتضب جمع محافظ طرطوس عبد الحليم عواد خليل مع أعضاء مجلس البلدة المنحل ومجموعة من المواطنين الغاضبين، وانتهى وقتها بحسب عدد من المصادر انتهى هذا النقاش بالتهجم على المحافظ وضربه. نتابع هذا الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في بلدة دوير رسلان، حيث
تجمع الأهالي وأعضاء من المجلس المنحل أمام مجلس البلدة لحظة وصول المحافظ لتطبيق القرار، وعبر الأعضاء المفصولون عن رفضهم القطعي للقرار معتبرين أنه غير قانوني وبأنه مضيعة للوقت. نتابع. انا منتخب وانت موظف، على راسي انا منتخب وانت موظف، احنا اصوات انا منتخب وانت موظف. اذا هذا هو احمد كامل، احمد تم اعتقاله. وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري كان أصدر قرارا في 23 من تموز الماضي بحل المجلس البلدي بعد إثبات تجاوزات جرت خلال انتخابات المجلس، وذلك اعتمادا على مقترح لمحافظ طرطوس وتعيين أعضاء مؤقتين للمجلس. من جانبه قال مدير مكتب صحيفة الوطن بطرطوس هيثم يحيى محمد، يقول إن ما حصل في بلدة دوير رسلان مع المحافظ يتطلب تحقيقا جادا حتى لا يتكرر الأمر في أي مكان آخر، رافضا طريقة الضرب التي وقعت مهما كانت الأسباب، وذلك في إشارة إلى أن المحافظ تعرض للضرب فعلا خلال هذا النقاش. كيف بدأت هذه القصة؟ بدأت في بلدة دوير رسلان بعد الانتخابات البلدية التي جرت في أيلول الماضي، حيث تقدم عدد من المرشحين الخاسرين في الانتخابات، تقدموا باعتراضات للطعن بنتائج الانتخابات، ما دفع لجنة قضائية لإجراء تحقيق أدى للكشف عن تجاوزات وأخطاء في الصناديق الانتخابية من قبل المشرفين واللجان المسؤولة عن الصناديق. هنا تدخلت المحكمة الإدارية بطرطوس وألغت نتائج الانتخابات في عدد من البلدات على أن يتم إعادتها مجددا، القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا والقاضي بإلغاء نتائج الانتخابات لمجلس بلدة دوير رسلان بطرطوس عن الفئة باء في 6 مراكز وإعادة الانتخاب فيها نتيجة ثبوت مخالفات وحالات خلل عديدة. بدلا من إعادة الانتخابات صدر قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام حسين مخلوف، القرار كان بناء على اقتراح من محافظ طرطوس عبد الحليم عوض، يقضي هذا القرار بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دوير رسلان يتكون من 5 أشخاص. القرار الذي اعتبر مخالفا للمرسوم التشريعي 107 للعام 2011، والذي ينص على أن أعضاء المجلس أو المجالس البلدية يحصلون على مناصبهم بالانتخاب وليس بالتعيين. كتب يوسف يقول: رجل شجاع، الله يفك أسره، بس لازم يكون موقف أهالي البلدة غير هيك. أما علي فكتب يقول: كل كوارث بلدنا سببها الرئيسي الحزب وسياساته الفاشلة أو المتخلفة من عشرات السنين، والخلود لرسالتنا. محمد يقول: للأسف مو بس اعتقلوه، ضربوه قدام عيلته وقالوا له أنت مندس تابع لإسرائيل. أما حمزة فيتساءل: ليش هالشعب ما عم يقتنع أنه حزب البعث يلي وصل سوريا لهون، وأنه الدولة من كبيرة لصغيرة فاسدين وبدهم تغيير كلهم، وأولهم سيادته. والله لنعيش مثل دول العالم إذا بيتنحى سيادته. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تصدرت فزعة أهل الدير لأهالي الحسكة، تصدرت حديث وسائل التواصل الاجتماعي إذ أرسلت عشائر وأهالي دير الزور قافلة صهاريج كبيرة محملة بمياه الشرب صباح الثلاثاء إلى مدينة الحسكة التي تشهد أزمة مياه خانقة. أحد أعضاء الحملة، حملة فزعة عشائر دير الزور لإخوانهم في الحسكة، قال لموقع تلفزيون سوريا إن عشائر من دير الزور إلى جانب جمعية نور الهدى الخيرية ومتبرعين من الأهالي أطلقوا الحملة بهدف فزعة لأهالي الحسكة المحرومين من مياه الشرب. منذ نحو 2 شهر توقفت محطة وعلوك عن العمل، وهي المصدر الرئيسي لمياه الشرب
لقرابة مليون شخص في مدينة الحسكة وريفها بعد فشل مساعي من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والصليب الأحمر الدولي لتشغيل المحطة. نتابع هذه المادة التي أعدها الزملاء في قسم نيو ميديا عن هذا الموضوع ونعود. فزعة، الريد كل شيء، والله العالم بي ناس تقدر وبي ناس ما تقدر على حق المي، لكن نشكركم مو كثيرة على هالدير الزور، مو كثيرة على عزوتنا، مو كثيرة على ناسنا، والله يجزاكم ألف خير. فعلاً الوضع بالحسكة وضع مو مأساوي، ناس فقراء، يعني نسأل الله العفو والعافية والله. والله أول شيء حارة والأراضي صخرية وعالم فعلاً فارغ، ما بي مي وما بي فلوس. المنطقة إن شاء الله على قدرتنا، الحسكة بشكل كامل، وإذا قدرنا نوصل للريف وإن شاء الله به مشروع حفر الآباء إن شاء الله على نفقة أهل الخير من أبناء عشائر دير الزور. الحسكة عطشة ونطالب الحكومة بالحل الجذري اللي يساهم بالناس على طول، لأنه الحالة هاي حالة إسعافية اللي قام فيها أبو محمد وأبناء قبائل دير الزور. نعم. هاي راح تكفينا يومين ثلاثة مو أكثر، لكن احنا نطالب بالحل الجذري اللي يغيث المنطقة من العطش. انتخي من يمر طاريك، انا الديرة بالنخوات انتخي من يمر طاريك وعب الجدح من ماي الفرات يا حسكاوي وسقيك، وعب الجدح من ماي الفرات يا حسكاوي وسقيك، واذا ما يضل ماي مي عيوننا نعطيك. إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست اليوم. مشاهدينا غدا يتجدد لقاؤنا معكم بتمام السابعة بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله. إلى اللقاء.